استقبل محافظ شمال سيناء خالد مجاور السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح. وخلال اللقاء بحث محافظ شمال سيناء مع السفير الفلسطيني عددا من الموضوعات والملفات المشتركة، مشيرا إلى استمرار المحافظة في استقبال المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني. هذا وثمن السفير الفلسطيني بالقاهرة الدور الذي تقوم به المحافظة في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة ورعاية الفلسطينيين المتواجدين بشمال سيناء.